أؤكد لكم بأن تواجدنا في ولاية تيزي وزو ليس محل صدفة فقط، بل الاختيار كان اختيارا يعني مميزا، لأن ولاية تيزي وزو ولاية تزخر بمعالم سياحية بتاريخ عريق، وخاصة بسكان أصليين يتميزون بالجود والكرم ويعني الاستقبال وحبهم للآخر. إذن بدون إطالة أبلغ لكم تحيات وسلام السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية الذي يعني يشكركم على كل المجهودات المقدمة في مجال السياحة. نتواجد نحن كديوان وطني للسياحة في هذه المناسبة، وذلك من خلال تنظيم رحلة استكشافية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية، حتى تنقل شهادات حية وجمال وطبيعة خلابة من ولاية تيزي وزو إلى المشاهد والمستمع والقارئ. إذن رسالة السيد مختار ديدوش وزير السياحة والصناعة التقليدية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة المصادف ل 27 سبتمبر من كل سنة، اختير له هذه السنة شعار السياحة والسلام. إذن فبعد بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الأمين العام للولاية، السيد مدير السياحة للولاية، السيدة مديرة الثقافة لولاية تيزي وزو، تحياتنا الخالصة. أسرة الإعلام، أيها يعني الجمهور أو الحضور الكريم، أهلا بكم. إذن تحيي الجزائر على غرار بلدان العالم اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 من شهر سبتمبر من كل سنة، والذي اختارت له منظمة الأمم المتحدة شعار السياحة والسلام لسنة 2024. هذا اليوم العالمي الذي تم ترسيمه قصد إبراز أهمية السياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها في ترقية الوعي بالقيم الاجتماعية والثقافية. نحتفل إذن بهذا اليوم ونحن نقترب من اختتام موسم الاصطياف الذي يعد موسم الذروة بالنسبة للولايات الساحلية، ونتأهب لانطلاق موسم سياحي جديد واعد، ألا وهو موسم السياحة الصحراوية الذي يميز صحراءنا، صحراء بلادنا الشاسعة، والتي تتمتع بمؤهلات طبيعية ثقافية اجتماعية وتاريخية فريدة من نوعها. عرفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة وفي ظل مناخ الأمن والسلم الذي تنعم به البلاد، وبفضل دعم وتشجيع السلطات العليا لقطاع السياحة الخلاق للثروة والشغل، نموا معتبرا في التوافد السياحي ومنح تصاعد، سواء تعلق الأمر بالسياحة الداخلية أو السياحة الاستقبالية الدولية، وهو ما نعمل على تعزيزه وتنميته أكثر فأكثر. إنكم تدركون معي جميعا القيمة العالية للسياحة وما تمنحه من فرص للاكتشاف وربط العلاقات بين المجتمعات والشعوب في كنف التعايش والسلام، وآثارها في تحقيق الرفاه الاقتصادي للبلدان والمجتمعات. أيها الحضور الكريم، إن قوة السياحة تكمن في إرساء قواعد السلام بين الأمم والمجتمعات بفضل قيمها الإنسانية الرفيعة، من خلال تعزيز التواصل والتعايش بين الناس واحترام كل منهم لثقافة الآخر. وإن الجزائر العهد الجديد، وبفضل مؤهلاتها السياحية الجذابة، وضعت ضمن أولويتها التنموية ضرورة إعادة دفعة قوية لتشييد صناعة سياحية رائدة تساهم في ازدهار البلاد وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين، من خلال تموقع الوجهات المحلية ضمن وجهة الجزائر السياحية التي تسعى إلى تنبؤ مكانة رائدة ضمن تطور التنمية المستدامة الشاملة، والحفاظ على قيم وثقافة المجتمع، وتعزيز النسيج الاجتماعي والأمن والسلم الدائمين. ختاما، يقول السيد الوزير: أنتهز هذه السانحة السعيدة لأهنئ كل المهنيين والمتعاملين والفاعلين في قطاع السياحة بمناسبة يومهم العالمي، ولنجعل منه وقفة لنرتقي بقطاعنا إلى مصاف القطاعات المزدهرة، ونسأل الله في الأخير أن يديم علينا نعمة الهناء والسلام، ولنجعل معا من السياحة ركيزة
للرقي والسلام. تلكم هي كلمة السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد مختار ديدوش بهذه المناسبة مع تحيته الخالصة.